الرئيس السيسي لوفد بريطاني: الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدا من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار. الرئيس السيسي: نسقط المساعدات جوا للمناطق المتأثرة بشدة من الصراع في شمال غزة. رئيس الوزراء: توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي. لجنة السياسة النقدية تقرر رفع سعر الفائدة وسعر الائتمان والخصم بواقع 6%. البنك المركزي: السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق. رئيس الوزراء يشيد بقرارات البنك المركزي مواصلة لجهود استهداف التضخم. مجلس الوزراء يوافق على استيراد 1,000,000 طن سكر. رئيس الوزراء: سننهي مشكلة السكر تماما وسنوفر كميات كبيرة في الأسواق. مجلس الوزراء: مواعيد العمل بالجهاز الإداري بالدولة من 9 صباحا وحتى 2 مساء خلال رمضان. مجلس الوزراء: العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبتي عيد الفطر وتحرير سيناء.